ويروح يرجع المغرب ويروح يرجع السعودية. ليش الانتقالات ما أعرف والله شو السبب. إنهم ناجحين هو مش ناجح في الدراجة. لا مش بس هذا. سمع الإخوان واحد من برا إعلامي ديال الإمارات أعطاه الحفيد الدراجة العاصر أعطيش بدولو نيد نيشن كمل الفيديو تسمع أرسلها هلا درع أعطاه ذاك شيء في الصامم الإخوان صراحة شخص أنا يدخل أمور سياسية في أمور رياضية حفيد الدراجي هذا هو الواقع يدخل أمور سياسية في أمور رياضية. إخوان السلام عليكم مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم الإخوان غادي نشوفوا واحد الإذاعة إماراتية وكان في واحد البرنامج عطاو العصير الحفيد الطعراجي الطعراجي ولا الطعراجي عطاو العصير صراحة مزيان. قالوا له على حاضرين المروك. قالوا له انت يا كتبرر الفشل ديالك والفشل ديال الهوك في المروك. قالوا له المعقول. نسمعوا الإخوان هذا الفيديو ونشوفوا هذا البرنامج شنو قال. ولكن قبل من هذا الشيء تحياتي للناس اللي كيديروا لايك قبل ما كيتبداو الفيديو ومرحبا بالناس اللي كتدخل جديده ما نساش تابونا معنا فلاشين سير الله. الحمد لله والحمد لله والحمد لله. الجزائر في تحسن كبير وكبير جدا. الآن من الناحية الاقتصادية الجزائر تفوقت على إسبانيا، أقولها بصوت مرتفع. من الناحية الاقتصادية الجزائر أصبحت أحسن من اليونان. اليونان الآن تعاني أزمة اقتصادية خانقة. الآن دول أوروبية تستنجد بالجزائر، دول كثيرة وكثيرة جدا. الجزائر أنجدت قطر مؤخرا بعد حصارها من طرف دول الخليج. والله إلى الإخوان إلى بزاف والله إلى العاطرة كيضحكوا على الناس والله يتي كيضحكوا على الناس. دابا لوك كاين اللي كيتيق هذا الشيء، هذه الهضره هذه كيتيقها. دابا واش هذه الهضره؟ دابا اوروبا كتستنجد بالهوك. والله الا بزاف الاخوان داخلين عليكم بالله. راه كيطلعوا كيجي شوف باش كيضحكوا على الناس في الهوك كيجيبوا دوك الائمه وكذا وكيبداو يقولوا لهم قولوا لهم احاديث وكذا وهضروا لهم. ماشي زعما حنا كنضربوا في في, في 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 الناس ديال الائمه وكذا، ولكن كيغيبوا الشعب كيغيبوه بد الاحاديث وبهذا الشيء كيكتبوا على الناس. هضروا على الطوابير، هضروا على داك الشيء اللي كيعاني منه الهوك. الان من الناحيه الاقتصاديه الجزائر تفوقت على اسبانيا، اقولها بصوت مرتفع. من الناحيه الاقتصاديه الجزائر اصبحت احسن من اليونان. اليونان الان تعاني ازمه اقتصاديه خانقه. الان دول اوروبيه تستنجد بالجزائر. سبحان الله. بوتفليقة عبد العزيز ربي يرحمه قال الجزائر تستطيع تنظيم جوج كيسان تاع كوب دي موند. حبيت نقول المرحوم يا ريت لو كان يعني باقي نقولوا الحلم تحقق. عبد العزيز الحلم راه تحقق فعلا، راح تنظم جوج نتاع كيسان تاع هذا، ولكن في المغرب يا خوتي ماشي في الجزائر. راه تحقق يا خوتي في المغرب وماشي في الجزائر خوتي. خلوا لي متابعة ورأيكم خوتي، المتابعة خوتي المغربي والله ما نسمع كل ما نشاف الفيديو هذا وما يخليش متابعة. شكرا ربي يحفظكم خوتي. نيشان حلم ديال بوتفليقة تحقق. بوتفليقة عبد العزيز ربي يرحمه احنا درناك لايك يا الله زين. اللي يركب ركب واللي ما ركبش يشوف صباط مليح. اللي يركب ركب واللي ما ركبش. دابا دخلنا عليكم بالله الاخوان، واش الناس ما كيفكروش كيقولوا واش دابا دخلنا علينا بالله؟ واش هذا رئيس حاكم الدوله وكذا؟ هو ما حاكم الدوله وعرفنا هيك كراكز، ولكن حنا هيك كنقولوا الناس ما كيخدموش دماغهم كيقولوا شنو هاد الهضره هذه اللي كيقول الرئيس كيطلع في منبر وكيقول لك هاد الهضره هذه اللي ركب ركب واللي ما ركبش صبط مليح. اخوان راه دري صغير جيبو راه غيعرف هذا الشيء. دابا يقول لك مالا دا واش حمق والله العظيم. خبر عاجل، تبون يستقيل من رئاسه الجمهوريه ويفتتح بقاله الجمهوريه. شوفوا الفيديو. هذه مقصوده والله العظيم اقسم بالله هي اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. انا نقول لك والله الا احنا كمغاربه صراحه كمغاربه الا مشى تبون حتى سقط الانتخابات الجايه غادي نتصدموا. ما غاديش نلقاو اللي غادي يفوج علينا والله العظيم. غاديش نلقاو العلام نضحكوا. كلنا كمغاربه نطالب تبون للعوده الثانيه. خبر عاجل، نطالب الاخوان باش تبون يشد العوده الجديده عاوتاني ويبقى. بغينا صافي يبقى عاوتاني واحد خمس سنين عاوتاني هو معانا كيضحكنا. حق الله الا والله الا الفراجه والله الا الضحك معاه اقسم بالله. واش شوف واش من مور لا كوب دي موند قبطنا شي مالل معاه؟ والله ما قبطنا شي مالل. دابا تخيلوا كما كان شبون
والله ما نضحكوا هاد الضحك كامل الاخوان بالله يا ربي. الاخوان دايما معايا يا ربي تبوني يبقى في العوده ويشد العوده الجديده ويبقى شد الحكم في فلوك يا ربي يا ربي. اللي عندي شي دعوه في اخر 23 هذا الشيء اللي يكون عندي واحد الشك ما عرفتوش واش صح ولا لا، وشاركوا معايا بالتعليقات. انا كنشك انه اب ولا ام لقجع هما اللي شدوا شنطريحه اسف لانه ما يمكنش نهار صدمة اليوم يعلن رسميا على ان لقجع رئيس للجنة تنظيم كأس العالم. صور مغربي رئيس لجنة تنظيم كأس العالم، كاين اسبانيا وكاين البرتغال ولكن اختاروا المغربي. ممكن ممكن حيث شفنا شنقريحة كانوا شدوه مهم ديجا كانوا شدوه بان في المغرب وهادي، ولكن فيديو ديالو كان باقي صغار، كان باقي ما ممكن باقي في العشرين ناس واقيلا ولا في الثلاثين ناس، كانوا شدوا ديك الساعة وبقى دير ديك يا اخي عارتي المغاربة خطر عارتي زعما المغرب ما يفلتكش الله ما يفلتك بالله. الوغ الاخوان قول دابا القمة هي منظمة في المغرب، روسيا والدول العربية كاملين كلشي فرحان كلشي جا، زعلانة ما جاتش. علاش كنقول زعلانة؟ على الجزائر هي زعلانتهم، الجزائر هي غضبانتهم. علاش؟ واش هي غضبانه من المغرب؟ انا غنعاود نكررها، واش هي غضبانه من روسيا والموقف ديال روسيا والكلام اللي قالته روسيا، وروسيا اللي ما وقفتش معاها في البريكس، وروسيا اللي قالت ليها لا قيمه لا موقف لا هيبه لا حتى حاجه؟ ورانيش انا اخوان خاصهم يخرجوا لها شي ديسك ديال زعلانه يغنيوا لها زعلانه غضبانه ومريضه وما قد مقلقه من المروك فهمتي، بحال بحال مثلا امراه فاش تغضب من راجلها مثلا وخصو يمشي يحزرها. والله العظيم حنا كنعانيو بالغاز ياك. غنجاوب على التعاليق ديالكم كامل، ما كاينش مشكل، موجود ما يدار وموجود ما يتكال وموجود ما نوريكم موجود ما نفضح. قلتوا اننا كنعانيو بالغاز في المغرب، المغرب انك تخيل معي انك تهبط في الدرج الرابع ديال الدرجات وكتلقى مول المحل عنده 60 بوطه حاطها قدام الحانوت، تعطي الخاوي كتهز العمر وكتطلع، لا طوابير لا كتب سميتك لا ضرب مسافه بالبرويطه ولا ديرها في الكتاف تما، عكس بلاد الغاز والبترول كتلقى نادم داير لاشين على من على الغاز، خصك تكتب سميتك وكنيتك وتوريهم صبعك زرق صبعك زرق باللي بوانتيتي اللي صوتتي على عميتك. والله الا فري اخوان خصك توري من صباك في داك الطابة ديال البصمه، خصك توريه لهم عاد باش يعطيوك بوط عاد كتاخذ قرعه ديال الغاز. تكوين جزائريين للوصول الى الفضاء ان شاء الله. الامنيه تحققت شاشه هو طلع للقمر شي. اسم الشاب السوايه دابا دا موهبة راه كيصوروها الاخوان لي فلي سلو موشن. والله الا العالم وحق الله الناس كاي تفرجوا ساكتين كيقدروا المواهب تبارك الله. واش لبس ما عرفتش ندبر على لبسه فيطا وداك الكاسك وزاد لهم زعما على انا راني عندي موهبه ديال زعما رائد فضاء فهمتي. الحمد لله والحمد لله والحمد لله، الجزائر في تحسن كبير وكبير جدا. الآن من الناحية الاقتصادية الجزائر تفوقت على إسبانيا، أقولها بصوت مرتفع. من الناحية الاقتصادية الجزائر أصبحت أحسن من اليونان، اليونان الآن تعاني أزمة اقتصادية خانقة، الآن دول أوروبية تستنجد بالجزائر، دول كثيرة ما عرفني غير السيد هذا تعابير في المحل ديال نيشان. الأزمة راه في المخخ، لوطوروت عامرة، الكافوياج، الناس تبني، العمارات طالعة، المستشفيات محلولة، المرتبات الناس تخلص، ما كان شان على بولانجري ولا شان على كذا ولا وراه الأزمة. شان إخوان عطي هذا هو الرد ديالو من هذا الشيء اللي واقع في لوك، قال لهم ما كاين والو، كاين لا طوابير لا والو، كلشي خدام كلشي زوين ما كاين والو كلشي موجود. شي على جواب كي داير
وراه لازم مبارك ايش درايس نقول له والو صور وابعث له برك راه على باله على باله هذا ما قال الجلال راه في ازمه وتقول له جزائر جديده الازمه راه قال لك ازمه راه في الامخاخ ما تجيش معاكم المهضه الصناعيه ولا تجيش معاكم كي شوف فيش نقريها كي يقول هو غادي عورها دابا هو غادي يخرج علينا دابا الطاجين ليش تقولون حق الطاجين مغربي جزائري كيف يعني الطاجين انت بالنسبة لك الطاجين مغربي ولا جزائري بالنسبة لك الطاجين مغربي ولا جزائري شوف انا دوكا نفهمك كاين بالنسبة للطاجين ما قدراتش تجاوب وشوف بلاتي نشرح لك باس الدور له من هنا فينا هي ودني ها هي تقول له الطاجين واش ما قدراتش تجاوبه قدرش تعطيه دي زغمو تقول له لا راه هوكي عطيه دي زغمو عطيه كده الدلائل وقول له المصادر وكده شنو تبتي خصكم شخصية انسان فاش كيكون واثق من نفسه راه كيحط لك الدلائل كيحط لك داكشي في الطابلة لا بلاتي خليني نشرح لك صح حنا ننسى جينيرالمون كاع حنا ننسى موسوسين شوية نديري فيه ولا سيرونس نديري فري ولا الترمي هذه ما فيغيفياش كونترول تكنيك باسكو سيتي نوفو شوفي حاجه المهمه تامين والمراقبه التقنيه هذه تحميك وتحمي المواطنين الاخرين اللي راكي تسوقي معاهم في الطريق من بعد على بالي بلي مازال في بالي لا صافا هذه معليش لا المراقبة التقنية تاعك راهي منتهية الصلاحية تتقرب قدام أي مركز مراقبة تعاودي ديري التجديد تاعها فهمتيني مادام ودابا علاش كيصوروا لنا هذا الشيء الاخوان اش حنا شغلنا دابا شنو زعما راه الامور مضبوطه ولا كيفاش هذا الشيء راه عادي هذا الشيء يروح يرجع المغرب ويروح يرجع السعودية ليش الانتخابات ما اعرف والله شو السبب انهم ناجحين هو مش ناجح حبيب الدراجي لا مش بس هذا سمع الاخوان واحد من برا اعلامي ديال الامارات اعطاو الحفيظ الدراجي العاصر عاتي جبدوا له ودني نيشان كمل الفيديو تسمع عرفتي على هذا اعطاو داك الشيء في الصامم الاخوان صراحه شخص انا يدخل امور سياسيه في امور رياضيه حفيظ الدراجي هذا هو الواقع يدخل امور سياسيه في امور رياضيه للاسف حزبيه امور اخرى وهذه الامور مفترض ان واحد من مثله رجل له في معلق يعني رياضي نعم له في الرياضه باع طويل المفترض انه يبقى لا اسم ولك جمهور ولك متابعين ولك جمهورة. محبين انت اليوم لما تشخص ان الامور بهاي الطريقه وتبعد نفسك عن المجال الرئيسي اللي انت فيه وتدخل نفسك في امور حزبيه مثل ما قال وامور كذا وتنتقص من بالضبط كابتن عادل هو قال في البدايه المغرب ما بياخذونه وخذوا الحين كاس العالم هم اسبانيا وكذا قال السعوديه مع المغرب على قال السعوديه 48 فريق كاس العالم 34 وهم صعب انهم يسوونه بيعطونه اكثر من اكثر من دوله كاس العالم لو كان 60 نعم والله اكثر من دوله وخذوه وبروحهم فيعني لا لا هو قاحم نفسه طالع لا لا القافله تسير وما عنده هو ندخلوا الراقي الموضوع ديالنا موضوع الراقي يا خوتي روحوا تسمعوا لي واحد الراقي واش قال انا والله القسم الى بنت بالضبط أزمة زين تغير مصير مباراة هل يعني كين من الحاجة هذه وهل هي قابلة للشيء الأمور هذه لتغير النتائج نعم هذا الأمور حاصلة وحصلت من قبل الهند مثلا مستبعد الهند من المنافسات العالمية بسبب هذه الأمور السحر الهندوس أيضا معروفين بالسحر وأدغال إفريقيا يعني هي أشد فتكا من الهند ومن غيرها إفريقيا معروفة بالسحر لدرجة عجيبة جنوب إفريقيا السنغال كوديفوار تشاد معروفين عندهم أسواق خاصة بالسحر لكن أدغال إفريقيا طب داخلنا عليكم يا إخوان بنادم مش بعقله قال لك يجيبوا راقي اللعابة راقي غادي يجيبوا اللعابة يدير لهم الرقية تخربيق تخربيق 2024 باقي بندم هي معروفة ومعروفة بأخطر أنواع السحر اللي هو سحر الفودو الذي يصنع بالدمى سحر هو أحد أنواع السحر الأسود سحر الفودو هذا وسحر الدمى أدغال إفريقيا لا ترحم لا ترحم يعني وهم همش كما احنا معظمهم ليسوا مسلمين معظمهم متنصرين أو أصحاب ديانات وثنية يعيشون في الغابات وكذا يعني ممكن
احتمال كبير انهم سيحاولون التغلب عليك باي طريقه. اذا ما غلبكش في المباراه يعني باللعب راح يغلبك بالامور الروحانيه هذه، يعمل لك اسحار، يجيب معها سحاره. وكما شاهدنا حتى هنا في مدرجات الجزائريه، يعني في مباراه بوركينا فاسو احضروا معهم اشهر ساحر. نعم بوركينا فاسو، نعم احضروا معهم اشهر ساحر في البلد، ما حبش جابوا غير مدرجات. يعني واش جاي سي فورتي جاي يضحك ولا يلعب؟ باين حنا نقولوا السحر هذا اثر بتقدير الله، حنا ما نقولكمش توهموا امور ما كاش، بصح هذه امور راهي كاينه واثبتها الشرع وحتى النبي صلى الله عليه وسلم. سحر يعني لكل منتخب الوطني يتعرض لحمله كبيره، اما من طرف انظمه سياسيه مثل نظام المخزن، واما مثل هذه الانظمه الفاشله التي تعتمد على السحر وعلى انظمه فاشله تعتمد على السحر وتتحول ولا قجع غير تما ولا قجع راك دير لنا السحر ولا كيف والله العظيم الا عزيز من المؤامره كرات وصلنا للسحور وش باقي ضرب رانا في السحور القجع من مؤامرة الكولة سالب وخديرات قجع راه عنديو معنا راقي اخويا راك تسحرنا تما في المنتخب عاود نطيح شوف المهم عنديو معنا راقي باش نلقيوهم شوف سبحان الله العظيم في الولاد الجمهوريات كرة القدم ولا خاصك فيها راقي وهذا الشيء خاصو يتهضر في العاب في برا ويعني الناس كامله تعرف بالله احنا ولينا نرقيو اللعابه. اول انا اول مره نسمع رقات المره اللي فاتت بعدا صراتنا مع في الكاميرون داو راقي في اخر مقابله قال لك محرز ما قدرش يماركيها راها منا وداو راقي وشر رش رش الماء على الحراس اليوم عاود قال لك راقي يا ربي قلنا في واحد الامور والله العظيم العظيم واحد الامور بزاف الى عيش نهار تسمح هذه هي الامور الله والله العظيم يعني درك باش دير راقي معاك دير خيرك لل وتمشي تمشي الهضره للقشاع يعني القشاع هذه يدير لنا السحور كلنا عاود القشاع يدير لنا السحور يعني الرقيه والقشاع والله العظيم امور انا نسمعوها الى انا راسي راه بغا يطرطق ونكتبش عليكم مع هاد الناس هادو سيرتو من جبر انت الناس تامن بواحد الحاجه يعني شوف كره القدم واش المنتخب المغربي بالمثال من وصل الدومي فينال واش كان يدير السحور في الملاعب كانوا لاعبين في قطر ولي زوروبيان ومصر مصر مصر يعني مصر عاد ما شدش فيها السحر مصر ما شدش فيها السحر وحنا شد فينا السحر انا هذه اللي دخلت لي مصر اخوان انا كنت نخرج ديال الفيديو نتلاقاو في فيديو زين ان شاء الله بيس الله تعالى.